نعمل تشيز كيك محشيه بالجيلي. ازاي هنعملها محشيه بالجيلي؟ شوفوا معايا. هنعمل عايزين 3 كوبايات بسكوت مطحون، وعايزين 100 جرام زبده، ده علشان نعمل القاعده بتاعتنا. عايزين 400 جرام جبنه كريمي، وعايزين 1/3 كوبايه سكر بودره، وعايزين 2 كوب كريمه، ودايما بقول لكم كريمه حلويات، معلقه كبيره جيلاتين مذوبه في 5 معالق ميه، 2 مغلف جيلي فراوله، وكريمه مخفوقه وفراوله للوش. طيب خليني بس اقول لكم على كام حاجه كده قبل ما نبتدي. الجيلاتين لازم ندوبه في ميه بحراره الغرفه، وفي بقى مدارس بيقولوا ان الجيلاتين 5 اضعاف تبقى الميه عيار الجيلاتين، وفي ناس تانيين بيقولوا 10 اضعاف. هو المهم ان انا الميه عندي تغطي لي الجيلاتين وتكون ازيد منه بشويه، فاحنا خلينا على 7-8 اضعاف علشان خاطر نبقى في السليم. 2 كوب كريمه، الكريمه عندنا لازم زي ما قلت امبارح تكون نسبه الدسم فيها اقل حاجه او مش اقل حاجه، النسبه المظبوطه هي 35%. ما تروحوش تشتروا العلبه زي ما هي، بصوا دايما على اللي مكتوب على المعلومات بتاعه الكريمه، لازم تكون نسبه الدسم 35% علشان تتخفق معايا، يا اما مش هتتخفق، وده السبب اللي بيخلي ناس كتير يقولوا جبنا الكريمه وخفقناها وما اتخفقتش. طيب كده احنا ماشيين تمام. نيجي بقى على الجبنه. الجبنه لازم اطلعها من الثلاجه قبل الاستعمال بساعه تقريبا علشان خاطر تاخد الحراره بتاعه الغرفه ويبقى سهل انها تتخفق معانا. كده قلنا كل التركات بتوع المكونات بتاعتنا النهارده. هنحط شويه جيلاتين هنا وهسيبهم لغايه ما الجيلاتين عندي يمتص الميه اللي انا حطيتها له، اوكي؟ طيب كده الجيلاتين مش شغال. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنخفق بس الجبنه لوحدها بس خفقتين كده عشان اتاكد ان انا طريتها بزياده، وبعدين هبتدي احط بقيه المكونات اللي هي بسيطه جدا عندي، السكر والكريمه. طيب هنخفق الكريمه اللي عندنا والجبنه والسكر اللي حطيناه لغايه ما الكريمه عندي تتماسك، عشان كده قلت لكم لازم الكريمه تكون 35% علشان تتخفق وتتماسك، غير كده لا هتتخفق ولا هتتماسك. طيب احنا برضو علشان ناكد اكتر هنعمل ايه؟ هناخد الجيلاتين بتاعنا، كفايه عليه 2-3 دقايق، يا بتحطوه في الميكروويف تسخنوه شويه، لازم تبقى الميه بتاعته شفافه كده الجيلاتين مش شغال. لو حطيت كيلو جيلاتين على التشيز كيك بتاعتي دلوقتي وهو بالحاله دي مش هيحصل، مش هيشتغل. عشان يشتغل الجيلاتين لازم يتعرض لحراره ويوصل لدرجه معينه، الدرجه دي مش هقعد اقول لكم هاتوا ترمومتر وشوفوا درجه الحراره بقت 50 ولا بقت 55، لا، بس بقدر اقول لكم حطوه على الحراره لغايه ما تحسوا ان هو الميه بقت شفافه، بس بقت شفافه بتعرفوا ان هو ابتدى الجيلاتين يشتغل فعلا. فكمان الطريقه بتاعه اضافه الجيلاتين للحلويات بتاعتنا كتير مهمه، مش بس معلقه جيلاتين وخلاص ولا معلقتين جيلاتين وخلاص، لا، ازاي بنستعمله ده مهم. فانا بس عايزاه يدوب تماما وتبقى الميه زي ما اتفقنا شفافه، بياخدش حاجه على النار، وانا حطاها على نار واطيه اهي. شايفين ازاي الميه ابتدت تبقى شفافه؟ شايفين ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. اول ما الاقيها ابتدت تبقى شفافه على طول بروح شايلاها من على النار، وانا اصلا حطاها على نار هاديه. في الميكروويف ما بتاخدش اكتر من نص دقيقه تقريبا. هحطه هنا على التشيز كيك بتاعتي، شايفين ازاي شفاف؟ كده انا متاكده ان الجيلاتين بتاعي اشتغل، وهشغل شويه العجان. كده انا تمام، شغلي مشي تمام وماشي صح. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب اول حاجه عايزه اقول لكم ان انا جبت صينيه مقاسها اصغر من مقاس الصينيه اللي هحط فيها التشيز كيك، وحطيت فيها الجيلي. انا مثلا مكتوب عندي على العبوه
2 كوب ميه، انا حاطه كوبايه ونص، مكتوب حاطه 2 باكو جيلي، بدل ما احط 4 كوبايات حاطه 3 كوبايات بس، عشان انا عايزاه شويه متماسك كده زي ما انتم شايفين. شايفين ده متماسك ازاي؟ بعدين بجيب صينيه اكبر دلوقتي انا الجيلي اللي عندي اهو، عملت ايه انا؟ شوفوا، جبت التشيز كيك حطيناها، طبعا القاعده بتاعت البسكوت عملناها كتير، فانا جبت البسكوت حطيته وضغطته بعد ما فركته مع الزبده، وحطيت نص كميه تقريبا او تلت كميه التشيز كيك فوق البسكوت ودخلتها الفريزر، تمام. بعدين هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد القالب بتاع الجيلي بتاعي وحطيته في ميه سخنه شويه صغيرين لغايه ما الاقيه ابتدى يتحرك كده معايا، معناها ان هو فك. هعمل ايه؟ انا حاطه دي في الفريزر، فمعناها ان بقى انا بقدر اقلبها كده ببساطه، وهاخد الجيلي اللي عندي اتاكد انه محطوط في النص واروح قلباه، وبعدين هشيل الصينيه. بس هي جت شويه على جنب، خلينا نزقها، هي المفروض تبقى في النص، فهنحطها بس كده. طبعا هي ماسكه كويس. وبعدين بجيب التشيز كيك اللي عندي وبحطها على الجناب وفوق الكلام ده كله بالطريقه دي، اوكي، وبدخلها تاني التلاجه تجمد. طبعا احنا عندنا واحده جامده، خلينا نطلعها فينها اهي، خليني بس افكها. انا عايزه النهارده اعمل لكم حاجه لذيذه، وهي ايه بقى؟ في الصراحه شفتها في دبي، وكمان اخدتها في المكان اللي انا بدرس فيه، وهو الدراي ايس. الدراي ايس ده لذيذ لو عندكم حفله مثلا، انكم تروحوا تجيبوه وتقدموه في على العشاء مثلا كده، تحطوه في وسط الترابيزه، بيعمل جو وبيعمل حركه حلوه. بس هو لازم تستعملوه بحرص شديد جدا، بيديكوا شكل حلو قوي قوي قوي، بس زي ما قلت لكم لازم تستعملوه بحرص شديد. احنا ليه ما زينناهاش؟ لا خالص. طيب خلينا نحط، طيب خلينا نفتح التشيز كيك بتاعتنا اوريكم من جوه شكلها ايه. تمام اهي، دي التشيز كيك من جوه، شايفين شكلها حلو ازاي؟ اهي ده شكلها. والدراي ايس انا هحطه لكم بسرعه، احنا عايزين بس عشان نستعمله لازم نكون ايدينا ماسكين بيها حاجه، ما ينفعش خالص اني امسكه بايدي لانه خطر جدا. فهحط شويه هنا، هحط ده مثلا، شايفين عامل ازاي؟ وهناخد شويه ميه سخنه، هناخد ميه سخنه نحطه كده في النص، احط لكم دي هنا واحط لكم دي هنا، وهنحط ده هنا، ويلا شكرا. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا النهارده كده، نبقى خلصنا